شحات قرآن دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل لا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام سلام عليكم بسم الله
كتب ربكم الذين تدعون من
وعندكم مفاتيح الغيب لا
ثم يبعثكم فيه
قل الله ينجيكم
وسوف تعلمون. صدق الله العظيم. شحات قرآن.com